السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدموا واحد الموضوع ديال أسباب الإجهاض عند الأنانيب. هذا الموضوع شفت أنني ممكن أنني نقسمه لكم على جوج ديال الأقسام، كاين أسباب ميكانيكية وكاين أسباب بيئية. إذا نتحدثوا على الأسباب الميكانيكية. أول حاجة نهضروا عليها وهي جص الأرنبة يعني الأنثى الحامي. إذن إلا مشينا تشدينا الأرنب وما كناش كنعرفو كيفاش يعني الأرنب الأنثى وما كناش كنعرفو كيفاش نقومو بعملية الجص، ممكن يوقع أننا كنضغطو بشدة على عنق الرحم، الشيء الذي يؤدي للإجهاض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الناس اللي ساكنين قدام شي جهة فيها الضجيج المستمر، يعني إما نقولوا ساكن قدام واحد السدور كيخدم لامول بزاف، ساكن قدام نقولوا واحد أي حاجة فيها الإزعاج المستمر، يعني شي بلاصة مثلا طاحونة كاين الدار ديالو أمام طاحونة، أن هاد الضجيج المستمر يخلي الأرانب كتنزعج، مما كيجعل الأرنبة الحامل كتولي شديدة العصبية وكتولي متوترة، الشيء الذي يؤدي أيضا إلى الإجهاض. إذن هذه بالنسبة للأسباب الميكانيكية. دابا ننتقلوا للأسباب البيئية. كاين أولا الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، يعني كاين هذه يعني الناس اللي دايرين في السطح مثلا ما دايرينش الظل مثلا، ما مضلينش عليهم مزيان، كيعطيهم الماكله بكثره، يعني ممكن انهم كيعطيهم الماكله بكثره، يعني كيجيهم الاجهاد الحراري، ممكن انه يؤدي الى الاجهاد كذلك. ثاني حاجه وهو اسباب غذائيه، واهمها عدم اتزان العلف المعطى للارانب، بحيث يجب ان يكون هذا العلف يعني خصو يكون غني بجميع المكونات بما فيها الفيتامينات والكالسيوم والمعادن. هضرنا على المعادن في واحد الفيديو. ضروري ان مثلا الا ما كتعطيوش السكاليم خلطوا الحوايج ديال الحبوب مع الحوايج ديال مثلا الحوايج اللي كي يدير لهم در الحليب، لما لا انكم تعطيهم بعض النباتات الخضراء، ولكن ديما كنهضر تيكونوا مداويين. الدواء راني عطيته هيباغينول، الا مشيتو عطيتو الدواء هيباغينول ممكن انكم تخلطوا لهم شويه ديال القشور ديال الخضار او نباتات خضراء، الفصه، بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انها تساعدهم في قضيه ديال الخصوبه وتساعدهم كذلك حتى في النمو. ثالث حاجه وهو نقص او زياده في الفيتامينات. يعني كاين شي واحد كيكون غافل كيقول بلي لا غادي نشد انا الدواء ونعطيه بكثره باش يعطيه مفعول يعني سريع. هذا الشيء كيؤدي حتى هو الاجهاد. ممكن ان الى عطيته بزاف ديال الفيتامينات يعني فوق الطاقه، يعني فوق يعني لا روسيت اللي مكتوبه في يعني في يعني اللي عطاكم البيطاري، ممكن انكم تسبوا لهاد الانثى في الاجهاض. يعني ما يكونوش الفيتامينات ناقصين، ما يكونوش زايدين، خاص داكشي بالميزان بالعبار. داكشي اللي وصاكم به يعني البيطاري هو اللي غادي تخدموه ان شاء الله. اذا هاد يعني الزياده او النقصان في الفيتامينات ممكن انه يؤدي الى خلل في الجسم ديال الانثى، فيؤدي ذلك الى الاجهاض كذلك. لذا يجب تزويد الارانب بالفيتامينات من حين الى اخر، يعني ماشي نبقاو ديما كنعطيوهم، ولكن منين نحسوا بهم يعني ضعافين شي شويه او يلاه ولدوا او هذه، ممكن انني نعطيوهم مثلا اونتي بيوفيت. انا ماشي كندير اشهار ديال شي شركات، ولكن كنشوف انايا اللي يعني جربته ولقيت فيه الراحه ديالي، كنعطيه لخوتي انهم يستعملوه كذلك.
اذا كاين اونتي بيوفيت وكاين سوبر لاير. سوبر لاير وانتي بيوفيت هادو يعني الاثمنه ديالهم رخاصين شي شويه كيديروا 25 درهم ولكن فيهم كميه بزاف يعني ممكن انكم تعطيوهم وتعطيوهم وتعطيوهم. اذا حاولوا ان حذاري من هاد الاخطاء باش ما توصلوش للعمليه ديال الاجهاض لان كيكون المربي فرحان ان غادي يكون عمليه الولاده كيولي في الاجهاض يعني كيكون واحد شويه ديال الارتباك في التربيه ديال الانانيب. حاولوا انكم يعني تفادوا هاد النقاط اللي تكلمنا عليهم. الحلقه ديالنا راه سالات. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي ما عندهم اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.